أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. احنا اليوم في القلعة الكبير لمتابعة حالة اجتماعية حقيقة تستحق المتابعة وتستحق التغطية. هذا مكان امرأة اتخذت الشارع ملاذ لها بعد أن أصيبت بمرض الأعصاب، عفانا وعفاكم الله، لم تعد قادرة على السيطرة على نفسها، لم تعد قادرة على السيطرة على أعصابها وحتى على تصرفاتها. كانت في البداية تتخذ المسجد ملاذ أو سقف المسجد ملاذ، بعد ضغط من المصلين وضغط الأهالي التجهت هذه المرأة إلى هذا المكان. يعني هذا المكان دون سقف في الهواء الطلق تبيت فيه ليلا ونهارا، تتخذه مسكنا وملجأ لها. هذا المكان لا يبعد كثيرا عن المعتمدية حقيقة، ولا يبعد كثيرا عن الشؤون الاجتماعية الخلية المحلية للشؤون الاجتماعية، ولا يبعد كثيرا عن مركز الأمن. لكن هذه المرأة لم يجدوا لها حل إلى الآن، ما زالت إلى الآن تعاني. كما ترون هذا مكانها وهذا ملاذها، ما على السلطة المحلية والسلطة الجهوية إلا إيجاد حل جذري لنقل هذه المرأة إلى مستشفى ومعالجتها معالجة كلية ونهائية حتى تشفى وتعود إلى أهلها الذين لم يعد بإمكانهم السيطرة عليها وإيجاد حل جذري لها. مرحبا بك. مرحبا بك. لو كان تحكي لنا الوضعية نتاع المرأة هذه، بحكم اللي انت توا خدمتك مقر العمل نتاعك بحذاها تحديدا، يعني لو كان تحكي لنا شوية على ظروفها وعلى نفسيتها. المرأة هذه معناتها نفسيتها تعب على الآخر، حتى معناتها لبستها هيئتها كلامها معناها كي تبدا تحكي تحسها مش مفهوم، من عشني الحاجه النفسيه اللي عندها كتحس تحكي على ساعات على مالها معناها كخوالها اخوها تبدا تحكي كلام مش مفهوم بكل، معناها تحسها مريضه بالاعصاب نوعا ما، خاطر فما حد عمل لها حاجه اثرت فيها، معناها تحس كي تبدا تحكي تسمع كي تركز مع كلامها شويه فما حد عمل لها حاجه اللي خلتها في قلبها يعني دخلتها بعضها. وين تسكن توا؟ في الشارع، كل مره في بلاصه، مره بحذا الجامع، مره تقع لهنايا، مره تقعد فوق، كل مره في بلاصه، ما عندهاش مقر معين. معناها شنو النداء نتاعك والطلب نتاعك انت؟ والله النداء نتاعي ماذا بيا، معناها الصوت معناها تهتم بها، معناها شوفوا لها حل، معناها خاطر وضعيتها بصراحه مزري على الاخر، معناها لازم نشوفوا لها حل. حتى ديما معناتها تقعد لهنايا في الواجهه دي واجهه حتى مش باهي، معناها حتى للبلاد يعني سيتو هنا قريب المعتمدية، خاصة عليها هي كامرأة وخاصة في فصل الشتاء هذا البرد. هذه تلقاها معناتها حتى لبستها معناها مش بالكدي، معناها في الطقس كيما هكا، معناها بالحق لازمها لهوة بالباهي بالباهي، نشوفوا لها أموات بنفساني ولا بالحق، خاطرها ديما كي تبدا تحكي تركز معاها ديما كلامها بالحق فما حاجة، فما حاجة أثرت فيها على الآخر، شنو هي الله أعلم. بارك الله فيك. مغرم رمزية عايشك. مرحبا بك. وبيك عايشك. لو كان تحكي لنا على الوضعية تو انت كشاهد عين، لو كان تحكي لنا الوضعية نتاع المرأة هذيا اللي ولات يعني تسكن في كل بقعة والوضع نتاعها ما يعجبش بكل. واضحة بالحق ما يعجبش بكل، امرأة معناها في البرد وفي ترقد معناها في الشارع،
ما رش منها حالة مؤسفة مؤسفة جدا منها فهمتها. إن شاء الله ما رش يعني وين أهل الخير ولا وين السلطة ولا وين ما راوهاش ما رش ما فهمتش صورتي في من البرد هذا طرق دي منها في الشارع بحث المعتمدية بحث المعتمدية في وسط البلاد في وسط البلاد الناس كل يغزروا لها ساعات طرق تحت الجامع بحث الجامع بالحق ما وين هي السلطة وين هم العباد وين هم ما عرفش شنو ترى انت والله يعني ماذا بيا نشوفوا لها حل من هذه معناها يعني نطلب منها من السلطة نطلب من عيان البلاد نطلب شوفوا لها حل يعالجوها يعالجوها خاطر هي معناها وضعيتها ما تسمحش راه كامرا معناها ماهيش صحيا ما تسمحش مش في مداركها معناها العقلية ماهيش ان شاء الله اني نطلب معناها حاجة برك هي الزهر بلاصتها البلاصة اللي هي المفروض تكون فيها سيد المعتمد مرحبا بك مرة أخرى مرحبا السوية عشك شفنا حالة اجتماعية المرأة هذه اللي عندها أشهر وهي تقريبا يعني اتخذت الشارع ملاذ لها من الأول كانت في الجامعة وتوا يبدو أنه تحت ضغط متاع المصلين وضغط متاع المواطنين يعني خرجت من السقف من تحت سقف المسجد والتجأت إلى المقر اللي هو مقر دار الجامعة سابقا يعني عرضة لكل شيء كل ما يكرهه الإنسان وكل ما يشين كرامة الإنسان حقيقة موقفكم من الحالة هذه الاجتماعية هو نجم نقوله إجرائي وإحنا أنا ديما إنسان عملي إجرائي طبعا أنا كنت مع السيد مدير جهوي للشؤون الاجتماعية وحكينا فيه الموضوع ذا على اعتبار أنه تذمرات كسوة المصلين في مرحلة أولى أو كذلك الوضعية اللي هي عليها وكما قلت أنت الأخطار اللي ممكن تتعرض لها إحنا المرأة هذه سيتم معناها إيواءها بمركز الاندماج الإدماج الاجتماعي في سوسة خلال الأسبوع القادم للقيام بما يلزم خاصة ونأكد من الناحية الطبية المرأة هذه معناها في حاجة إلى رعاية طبية وفي حاجة إلى أنه تتعالج من بعد إن شاء الله تو وحدها وحدها تمشي معناها لذويها والأهلها اللي للأمانة معناها تعبوا معها وتعبوا في جرتها نقولوا إحنا نظرا لأنه هي معناها ما تحبش تقيم عند أفراد عائلتها ومصرة نعذروها إنسانة مريضة مصرة على أنه معناها تكون تقيم في أماكن كما هكا حالة مؤسفة بالحق إن شاء الله كما قلت إجرائيا خلال الأسبوع القادم بداية الأسبوع باش يتم معناها إلى الموضوع هذا مستحق من أهمية وإيواءها في مركز الإدماج الاجتماعي بسوسة حتى نعالج الوضعية معناها بصورة نهائية إن شاء الله بارك الله فيك عايشك مرحبا مشاهدينا هذه كانت الحالة متاع المرأة هذه لحقيقة حالة تطلب تدخل العاجل هذه الحالة مسؤولية الجميع مع المجتمع أن إلا أن يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه هذه المرأة وانقاذها من الحالة الصحية التي هي فيها لا يعقل ولا يمكن أن يحتمل وضع المرأة تترك لحال سبيلها تترك للشارع تترك للبرد تترك للقيل والقال المجتمع مطالب بإيجاد حل جذري لهذه المرأة إلى اللقاء